تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في حلقاتنا السابقة بنتطرق لأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، وبنذكركم برقم التواصل. طبعا تواصلكم سواء باقتراحات أو بمداخلات أو بتساؤلات أو استفسارات يسعدنا. طبعا هدفنا الأول والأخير هو سعادتكم، تعيشون بصحة وسلامة وسعادة كذلك. أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الأخراج أيمن سرحيل. ويشاركني الحلقة اليوم معاكم دكتورة سارة الدلال، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نذكر برقم التواصل 600-55-1414 وأرقام اللي على الأسماس والرسائل النصية على 4006. حياكم الله جميعا ويانا في برنامج صحة وسعادة. طبعا مستمعين الأعزاء مثل ما عودناكم بداية نبتدي بفقرة السوشيال ميديا، وخلال 60 ثانية إن شاء الله بتحدثنا زميلة أسماء الجناحي على اهتمامات السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها. صباح الله بالخير أسماء. صباح الله بالنور سودك عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. ناخذكم في جولة في غنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي احنا نحطها وعودناهم أيضا المستمعين في تحدي دبي للياقة، نعم، النصيحة اليومية الخاصة بالتحدي. نقول نصيحة اليوم للمبتدئين الراغبين في ممارسة رياضة المشي، يفضل زيادة المسافة قبل العمل على زيادة السرعة. في ناس دائما يزيدون سرعتهم، تحاول تمد المسافة شوية، طول يعني من نص كيلو لكيلو، من متر لمترين لثلاثة، مو بزيد سرعتك زيد المسافة. هاي نصيحتنا اليوم في تحديد بين اللياقة. أيضا كنا حاطين أمس خبر عن التأمين الصحي والأشياء الجديدة موجودة في التأمين الصحي، وكان هذا مثل إكسكلوزيف موجود في صحيفة البيان. نعم. أيضا كان في مثل اليوميات عبد الله في تحديد بين اللياقة، هو يمثل عيادة أنماط الحياة ويقول كيف الإنسان ممكن بمجهودات يومية ورياضة ومتعة ممكن أنه ينزل الوزن خلال 30 يوم. هاي من ضمن الأشياء اللي نحن أيضا نبرامج على هاشتاج 30 ضرب عبد الله. ممتاز. أيضا كان عندنا يوم أمس المنتدى المؤتمر الأكاديمي العالمي لطب الطوارئ، وتم افتتاحه من قبل معالي حميد الكظامي، ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول لا يوجد إنسان فاشل، هناك من استمر في العمل حتى نجح وهناك من توقف عن المحاولة. ودمتم بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. هذه طبعا كانت فقرتنا بخصوص اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأقلب ما يدور فيها، وكانت ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. بنتحدث كذلك مثل ما تعودنا عن فقرتنا التوعوية اليوم، واليوم موضوعنا كذلك مهم وشيق، بنتكلم أكثر عن فوائد البرقل. طبعا دكتورة سارة الحين بخصوص البرقل دخل فيه وصفات كثيرة سواء السلطات وسواء حتى المأكولات اليومية، فحابين بعد نتكلم أكثر وأكثر بهذا الخصوص. ويانا الأستاذ عرين رشيد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير أستاذ عرين. صباح النور دكتورة عايشة، وصباح النور للمستمعين جميعا. صحيح الموضوع اليوم رح نحكي عن البرغل. طبعا ممكن بعض الناس يعرفوا شو هو البرغل، وبعض كثير من الناس ما بيعرفوا ايش هو ايش بالضبط البرغل. صحيح. طبعا البرغل يعتبر من احد انواع الحبوب التي تحسب ضمن مجموعه الكربوهيدرات. نعم. المعقده، وهو طبعا مصدر ممتاز للالياف والمعادن. طبعا احنا حنعرف كيف هو يعني فوائده على جسمنا، بنفس الوقت ايش انواعه،
إيش ممكن إحنا نستفيد منه. هلأ طبعاً رح أحكي لكم عن هذا الإشي. البرغل طبعاً في الأساس هو جريش القمح المجفف، وبعد سلقه وطحنه وتنخيله، هذا هو بالضبط المصطلح تاع البرغل. طبعاً هو بحب بس أعطي هيك إشي معلومة هيك ثقافية خلينا نقول، إنه اشتهر منذ القدم لدى المصريين القدماء بشكل خاص، ويعد ذو فائدة وقيم غذائية عالية، ويدرج تحت قائمة الكربوهيدرات المعقدة، وطبعاً يستخدم في العديد من البلدان حوض البحر الأبيض المتوسط كبديل للأرز. طبعاً الفرق بين البرغل ومعظم أنواع دقيق القمح المستخدم في عديد من المنتجات المعبأة اللي إحنا بنعرفها في الأسواق، إنه البرغل لم يتم تجريده أو تكريره، يعني بمعنى آخر تجريده أو تكريره من النخالة، يعني بمعنى آخر لم يصنع، يعني هو يعني من النخالة طبيعية. نعم. يعني فيه كل الفائدة الألياف الموجودة فيها. هلأ أنواع البرغل، يوجد البرغل طبعاً ثلاث أنواع أساسية أو رئيسية. طبعاً إحنا نعرف في عنا البرغل الناعم وأكثرية استخدامه في الكبة والتبولة، البرغل المتوسط الذي يدخل في إنتاج الحبوب، وعنا البرغل الخشن الذي يستخدم كبديل للأرز، كما عنا في بعض الـ خلينا نقول المصطلحات الطعام اللي بنعرفه في أكلنا بنسميه مثلاً زي المجدرة، أو عند المصريين يسموه شو اسمه الكشري. نعم. صحيح. هلا عندنا كمان طبعا احنا حكينا هيك بس كمقدمة عن البرغل، بس بدنا نقول طبعا ايش فائدته، يعني احنا ليش بناكله او شو فائدته على جسمنا. نعم. طبعا فوائد البرغل عديدة، ومن اهمها لانه زي ما حكينا انها تحتوي على الالياف، فهو يعتبر يساعد طبعا على تنزيل الوزن. هلا ممكن تقولي لي كيف ممكن يساعد؟ هلا هو يساعد بشكل كبير في عملية امتلاء المعدة، يعني لما نقول احنا فيها الياف فاحنا بنعرف انه بيساعد على الاحساس بالشبع بوقت قصير، وزيادة الاحساس بالشبع بشكل كبير. نعم. وايضا التقليل من كميه الاغذيه المتناوله لاحقا، يعني كيف؟ يعني انت لما بتحسي بالشبع مستحيل ترجعي تاكلي وجبه ثانيه او ثالثه بنفس الوقت. أكيد. فبهالصوره هاي بصير زي عندك احساس بالشبع لفتره اطول، وبنفس الوقت بصيرش عندك تغيير في الاكل، او خلينا نقول زياده في نوع الاكل على اساس ما يزيد عندك السعرات الحراريه. صحيح. فبهالشكل هذا بقلل طبعا بقلل من الوزن، وبساعد على هذا تنزيله. طبعا كمان عندنا من الفوائد الثانية للبرغل، وجدت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول النشويات المعقدة مثل البرغل أو والحبوب الكاملة بشكل خاص يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار اللي هو من يعرف بالـ LDL. نعم. فبذلك بصير عندنا رفع في معدل الكوليسترول الجيد اللي هو الـ HDL. نعم. فهذا شو بيفيدنا؟ بيفيدنا انه يساهم في الوقايه من تصلب الشرايين مثلا، والجلطات والسكتات الدماغيه. ممتاز. هلا الشغله الثالثه كمان انه من صحه او فوائد البرغل، طبعا زي ما حكينا انه يقلل معناته الكوليسترول، فمعناته ايش؟ بيصير عندنا كمان فوائده على صحه القلب. صحيح. هلا في عندنا دراسه انا حابه بس عشان انه نوضح الكيفيه، ممكن باختصار استاذ عرين لان الوقت داهمنا. لا ولا يهمك. طبعا لصحه القلب زي ما حكينا انه يساعد على المرجع الدراسه انه تناول كبيره من الحبوب الكامله والاطعمه الغنيه بالالياف يرتبط ايضا بانخفاض خطر الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه. ممتاز. وزياده الوزن وارتفاع الكوليسترول في الدم، لذلك يفضل استهلاك طبعا حوالي 48 الى 80 جراما من الحبوب الكامله، من ضمنها طبعا البرغل، بنسبه 100% يوميا، او خلينا نقول حوالي 3 الى 5 حصص، فلذلك يوفر فوائد صحية متزايدة بالمقارنة بالأشخاص الذين نادرا ما يتناولون الحبوب الكاملة أو لا يتناولونها أبدا. ممتاز. بالأخير بس بحب أحكي أنه للبرغل كمان له فائدة طبعا اللي عنده مشاكل في الإمساك أو في الجهاز الهضمي، فيساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم بسبب الألياف المتواجدة في البرغل. ممتاز.
فهاي تقريبا ملخص انه الاشياء الفائده لجسمنا، بس على تنويه بسيط جدا. طبعا الناس اللي عندها حساسيه من الجلوتين لا يفضل تناول البرغل لانه يحتوي على ماده الجلوتين. ايوه فحبيت انوه بالضبط. انا بس صحيح. حبيت احكي هالمعلومه البسيطه لانه بجوز بعض الناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين يفكروا انه البرغل يقدرون انهم يتناولونه، بس لا، لانه فيه الجلوتين فيفضل انه استبداله بالكينوا. بالضبط، الكينوا والحنطة السوداء. ايوه، والارز البني. الاستاذ عرين رشيد، اخصائيه تغذيه في هيئه الصحه بدبي، شكرا لك، يعطيك العافية. هذه كانت فقرتنا بخصوص فوائد البرغل. المستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراضي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل ويانا 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. كانت فقرتنا السابقة كانت بخصوص دكتورة سارة بخصوص الفقرة التوعوية، وتكلمنا عن فوائد البرغل. طبعا ما شاء الله في فوائد كثيرة للبرغل، نفس ما قالتنا الاختصاصية الغذائية الأستاذة عرين رشيد. صحيح، وكذلك يعني سبحان الله الأغذية لها والمصادر الغذائية كل واحد له أهمية أكبر أكثر عن الثاني. يمكن في أشياء نحن ما نعرفها وحابين نتعرف أكثر وأكثر عليها. طبعا يعني نحن ما شاء الله عندنا غذاء متكامل موجود حتى في متناول الأيدي، ترومين تحصلها في السوبر ماركتات، في أماكن أخرى. فالحلو الواحد لما يصير يشتري يعرف شو يختار وشو ما يختار، وهذه التوعية أو التثقيف مهم جدا للمرضى. نفس ما قلنا يعني اللي عندهم حساسية الجلوتين يفضل الابتعاد عن البرغل. عن البرغل. طبعا في هذه الفترة عندنا استعدادات الهيئة لإطلاق مؤتمر دبي الدولي للتغذية، وطبعا مثل ما ذكرنا التغذية لها أهمية كبيرة، سواء وقاية عن الأمراض، سواء للجسم نفسه، الأشياء اللي يحتاجها الجسم ويستمدها. وطبعا هذه المؤتمرات الدورية اللي تكون موجودة عندنا طبعا تثقف سواء اللي يحضرها وسواء اللي عاملين في هذا المجال أكثر وأكثر بخصوص التغذية. ويانا اليوم الدكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وبنتكلم عن استعدادات الهيئة لإطلاق مؤتمر دبي الدولي للتغذية. صبحت الله بالخير دكتورة وفاء. صباح الورد والفل والياسمين يا رب عليكم. صباحك سعادة إن شاء الله حبيبتي. أهلين، تفضلي. دكتورة وفاء، طبعا كلنا عارفين أهمية التغذية في يعني نعم. مجالات كثيرة ما لا تعد ولا تحصى. وطبعا إطلاق مؤتمر دبي الدولي للتغذية هذا له أهمية كبيرة، فممكن تعطينا نبذة عن مؤتمر دبي الدولي للتغذية وعن استعدادات الهيئة كذلك للإطلاق؟ إن شاء الله بالعيوني. طبعا بدعم من الإدارة العليا بدءا من المعالي أحمد القطامي، وأكيد القيادات اللي تتبعه من المؤسسة مؤسسة الرعاية وحتى مدراء القطاع لدعم المؤتمر، ودعم إنه الدعم إنه بحيث إنه شو محتاجين المؤتمر إحنا حاضرين. نعم، مؤتمر دبي الدولي هاي السنة الخامسة دكتورة ما شاء الله، والحمد لله الحمد لله لله الحمد ترك بصمة على المستوى المحلي والإقليمي. وهو برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وأكيد رعاية وحضور معالي حميد القطامي مدير عام الهيئة. هذا المؤتمر من المؤتمرات العالمية المتخصصة اللي فيه تو تراكس، مسارين. المسار الأول للأطباء صيادلة أخصائيين التغذية العلاجية، أي حد كلينيكي خلينا نقول له يستفيد من حيث المرض وما هو العلاج التغذوي الطبي، الميديكال نيوتريشن ثيرابي أو العلاج الطبي أو الرجيم التغذوي خلينا نقول حسب الحالة المرضية، بدءا من الولادة وحتى كبار السن. وعندنا المسار الثاني وهو للمثقفين الصحيين، لأخصائيين التغذية العموم اللي هم ممكن يكونوا في المدارس، في الشركات، في المصانع، حتى في المستشفيات اللي بيشوفوا على الغذاء اللي بيروحوا الفطور والعشاء اللي بيروح للمرضى، حتى مدرسين التربية الرياضية، المدرسين الأخصائيين علم النفس، الأخصائيين الاجتماعيين،
كل هدول لهم دور في انهم يحضروا المؤتمر. ممتاز. طبعا المؤتمر الفكره فيه، وهذا دائما نشترط على متحدثينا اللي بنجيبهم من سنه لسنه، انه يجيبونا الابحاث التي اصدرت الان، وكثير ولله الحمد ناخذ سبق نشر اول محاضره او اول نتيجه لكثير من الابحاث سواء في العالم العربي او حتى على مستوى العالم. اخر الابحاث العلميه والتوصيات تكون موجوده في هذا المؤتمر، وتناقش وتسمع لاول مره ماذا وصل اليه العلم التغذوي الحديث، والطب ماذا يقول في هذه الاثناء. وهي يعطيه اهميه كبيره صراحه. نعم. ولله الحمد احنا اول مؤتمر 2015 كان بحضور 550، الان يعني ولله الحمد لغايه امبارح تسجيل بحدود 800 شخص كونفيرمد، يعني انا اتوقع ان نوصل 1000 وشوي باذن الله تعالى. ولله الحمد كمان انه ايضا لانه في رؤيه واضحه للاداره العليا بدعم المؤتمر، الناس اللي جاي من مش من دول، يعني انا ما عم بحكيك على الامارات دكتوره، انا عم بتكلم على العالم العربي. من السعوديه عندنا فوق 450 شخص، عندنا من البحرين، من عمان، من مصر، من لبنان، من الاردن، من غانا، من الهند، من الهند جايين جروبات حوالي 25، باكستان حوالي 30، ما شاء الله. عندنا من اي نعم، عندنا من دول من نيوزيلندا، من كندا، من لندن. هذا يعكس أهميته كذلك دكتورة وفاء، وخاصة أن نفس ما قلتي هذه السنة الخامسة لهذا المؤتمر. نعم. شو أهم الجلسات دكتورة عن اللي بتنطلق في هذا المؤتمر الجميل؟ شوفي حبيبتي، احنا بهالمؤتمر إن شاء الله دكتورة في حنحط في حيتم بعض المحاور مناقشة التوصيات التغذوية الهامة عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها في التغذية، وانت شفتي السنة كان محور الأساس في كل المبادرات اللي عم تطلع، وكل سنة دعم للتغذية للرضاعة الطبيعية. صحيح. جايبين دراسة حتنشر لأول مرة ما شاء الله في الإمارات، عملت من جامعة الشارقة على الرضاعة الطبيعية في دولة الإمارات، وسيتم نشر النتائج لأول مرة على العالم من منبر مؤتمر دبي الدولي الخامس. ما شاء الله. وهذا موضوع جدا مهم صراحة دكتورة وفاء، أنا كطبيبة أسرة يعتبره جدا مهم هذا الموضوع. والحلو انه كمان اللي اول مره حتكون معانا، ما بعرف اذا بهمك دكتوره ولا لا، بس حيكون طلبنا من اللي هي المؤسسه الراعيه للرضاعه الطبيعيه، في جمعيه راعيه للرضاعه الطبيعيه حتكون موجوده عندنا بالمؤتمر، لها كورنر بس تتكلم عن الرضاعه الطبيعيه واللي حابب يفهم اكثر. فهي اول مره بكونوا معانا متواجدين دعم لانه احنا عم نحكي عن التوصيات واهميه الرضاعه الطبيعيه. اثنين، حنتكلم عن اخر مستجدات التغذية في علم حديثي الولادة، شفت النيوترون جينيتكس والمايكروبيون وكيف الجينات تلعب دور، وهلأ كمان إحنا نواكب باستراتيجية الهيئة ونواكب العلم الحديث. فإحنا هون عم نورجيهم أنه نعم الإمارات دبي، هيئة صحة دبي، نحن نعلى علم بهذه المستجدات بالنسبة لتغذية حديثي الولادة، الحوامل، الرضع، بالعلاج التغذوي وماذا يجب أن يأخذ لدعم المناعة. إحنا بنحكي على الأصحاء هون. بالنسبة للأمراض حنتكلم على الحالات التغذوية، وآخر ما توصل إليه العلم بالأنكولوجي، سرطان الكبد لأول مرة، حنتكلم على البنكرياس، حنتكلم عن أمراض الكلى، آخر دراسات في تقييم كيف نقيم جودة المواد الغذائية لدى الأطفال على مستوى العالم الدولي والعالمي. يعني جميل، عندك كارلا برادو إحدى المتحدثين، كارلا أخذت السنة رقم 40 على العالم كباحثة في العلوم الغذاء، من ضمن أنا ما بتكلم كميوتريشن، بالعالم كأطباء كانت فازت كأخصائية تغذية، هي أستاذة في جامعة ألبرتا في كندا ورئيسة إدارة الابتكارات في مجالات التغذية والأغذية والصحة ومديرة وحدة الأبحاث التغذوية البشرية، فاز بحثها على العالم 40، وكان أول مرة أخصائي تغذية بيفوز بالعالم كبحث. فإحنا جايبينها هي من إحنا المتحدثين، وهي عندها الكينوت سبيكر، هي عندها الافتتاحية في المؤتمر. ممتاز. أول يوم ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة وفاء عايش، وإن شاء الله المؤتمر بيكون إطلاقة قدا يوم الخميس إن شاء الله.
بإذن الله نتمنى تعالى، لكم وأهلا كل وسهلا فيكم التوفيق بالصورة، تشرفونا. إن شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق. وشكرا الله لك يخليكم. دكتورة أهلا وفاء دكتور، عايش، مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لكم دكتوراتنا. شكرا لك دكتورة. طبعا دكتورة سارة، هذه كانت فقرتنا اليوم بخصوص استعدادات الهيئة لإطلاق مؤتمر دبي الدولي للتغذية. طالعين فاصل إن شاء الله ورادين. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. في فقرتنا الحين دكتورة سارة بنتكلم عن موضوع جدا مهم وله أثر صراحة، سواء النفسي وسواء الجسدي أو الصحي. اليوم بنتحدث عن إعادة يد مبتورة لوضعها الطبيعي في مستشفى راشد. طبعا أي جزء من جسمنا له أهمية كبيرة، يعني حتى لو كان جزء بسيط وما حد يحس بأهمية هالشيء إلا إذا لا قدر الله شخص يعني فقد هذا الجزء، يعني وطبعا سعادة كبيرة يعني يمكن حتى لا توصف إذا هذا الشيء يعني رجع له مثل قبل، ويمكن يكون أحسن عن قبل. ويانا اليوم عشان نتحدث عن هالموضوع بخصوص إعادة يد مبتورة لوضعها الطبيعي في مستشفى راشد، الدكتور حامد بدوي استشاري جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية التكميلية في مستشفى راشد فيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير، أنا أهلا بحضرتك والدكتورة سارة والمشاهدين والمستمعين. صباح النور. دكتور، حابين نعرف أكثر عن حالة المريض وسبب البتر اللي صار له في يده. المريض هو تكنيشن أو في شركة تصليح بصائح. كان يوم السبت يوم 28 سبتمبر الساعة 6 مساء، هو كان واضح انه كان بيشتغل في احد المصاعد او بيحاول تصليح البصعة، فحصل ان هو بالخطأ ان لف الحبل المعدني سميد حوالين الساعد من عند تحت الكوع مباشرة. نعم. وبالخطأ تم تشغيل الماكينة او ماكينة الاسانسير، فحصل بتر بمزع الساعد من الجسم. نعم. عند مستوى الكوع. حصل الساعة 6 مساء الحادثة، وكان تصرف الناس اللي موجودين في وقت في مكان الحادثة تصرف ممتاز جدا، لان هم احضروا كان العامل في الدور 26 ودراعه وقع للدور الخامس في الاسانسير، فاحضروا تصرفوا بطريقة كويسة جدا، واحضروا الذراع واحضروا المريض بسرعة جدا لطوارئ. صحيح. ووقت الطوارئ احنا كنا موجودين في استقبال المريض، اللي كنا اوريدي انفورمد ان او على علم مسبق ان المريض هيجي. نعم. انتظرناه واخذنا الاجراءات مباشره، تم نقل المريض من الطوارئ لغرفه العمليات مباشره، وبوجود الهاند تيم كنت انا موجود ومعايا دكتور محمد علي كمساعد، وكان موجود فريق التخدير برضو اللي كان بصراحه على مستوى عالي جدا من الكفاءه والمهاره، ومع وجود برضو الفريق التمريض في العمليات، وبدأنا الحالة مباشرة. إن في الحالات دي مهم جدا على المستوى العالي ده من البتر، وفي كمية عضلات كبيرة بتكون موجودة في الجزء المبتور، لازم يتم استرجاع الدم ليها بسرعة كبيرة جدا عشان صحيح. ما يحصلش موت في العضلات. صحيح. فكان وبالفعل وصل من اول ما وصل المريض لحد او من اول الحادثه لحد ما بدانا نحن نعمل توصيل الشرايين عشان يرجع الدم حوالي 4 ساعات، وده كان وقت يعتبر وقت قياسي يعني. والحمد لله تمت الامور، باقي العمليه استمرت حوالي 9 ساعات تمت الامور على خير. الحمد لله الحمد لله. خاصة أجزاء اليد تكون أجزاء شوي حساسة، والشرايين والأوردة تكون صغيرة، يعني حتى طبعاً. دمجها مع بعض أو خياطتها مع بعض تأخذ وقت كبير، خاصة أنك تحتاج تكون دقيق في هذه العمليات. هو من الناحية العلمية حضرتك كمان يبقى فيه متطلبات في الجزء المبتور عشان يتم زرعه بنجاح. نعم. هو لازم يكون حتى مبتور بحاجة حد بآلات حد أو بآلات يكون القطع مستقيم، ما فيش فيه تهتك وما فيش فيه تهتك في الأنسجة كتير، ده بيسهل الأمور. صحيح. أصعب في الحالة دي إن هي جاية فيه تهتك وفيه مزع في الأنسجة،
رهيب. كمان ما قلناش على استطاعه ان احنا نوصل الشرايين مباشره. احنا اخذنا ترقيع وريدي من اورده الساق وعملنا ترقيع من الشريان الرئيسي اللي في الذراع للشريانين الاثنين اللي موجودين في الساعد. وده اكشوالي برضه بياخد او في الحقيقه انه ممكن ياخد وقت شويه ويبقى النتيجه. فده بيخلي بيزيد من صعوبه الحاله وبيخلي كمان ان قدرتنا او قدره فريق جراحه اليد اللي موجود في مستشفى راشد على من اول رئيس وحده جراحه اليد لحد اصغر اخصائي موجود على مستوى عالي جدا من الكفاءه وعلى مستوى لانه احنا بنقابل تقريبا يوميا حالات بتر على مستويات مختلفه والكل بيبقى قادر على التعامل معاها بمهنيه واحتراف يعني. والحمد لله الامور تكون ماشيه كويس لان العمل بيتم باحتراف كبير يعني. صحيح هذا مجهود تشكرون عليه دكتور. يعني شعور المريض ان يده رجعت له وخاصه ان هذه اليد يعتمد عليها دكتوره ساره كذلك في اجراء عمل اليومي يعني هذا عملي يعني اللي معتمد عليه. وشعوره صراحه انا شفت الصور يعني البارحه كان العرض في الانستغرام التابع لهيئه الصحه بدبي الدي اتش اي كان يعني حتى شكل المريض طريقته يعني تحس بمدى فرحته أن الابتسامة اللي كانت على وجهه يعني يرجع يتحسس يده مرة ثانية يعني هذا يعني جدا يعني مجهود تشكرون عليه. ونظرة المريض والفرح اللي في عينه يعني هذه تسوى أشياء كثيرة. وهو ده واجبنا اللي احنا بنأديه دايما واللي هو دايما الرسالة الموجهة لنا بطريق مباشر وغير مباشر عن طريق كل الإدارات إدارة مستشفى راشد إدارة هيئة صحة دبي وعلى رأس كل ده سمو الشيخ محمد بن راشد اسعاد المتعاملين يعني. صحيح. احنا الهدف في الاخر ان المريض يتم تحقيق الهدف اللي هو جاي عشانه عشان في الاخر يعني ما فيش اي حاجه في الدنيا ولا في اي مكافاه تساوي ان انا اشوف مريض يكون مبتسم ورجعت له ابتسامته بشكل كويس بالشكل اللي احنا شفناه مع المريض المذكور. صحيح. وهاي مو بس انقاذ حياه مريض واحد يعني انقاذ حتى عائلته اللي معتمده عليه الاسره كامله. صحيح. دكتور خبرنا أكثر عن حالة المريضة الحين. المريض الحمد لله هو أمضى في المستشفى حوالي 3 أيام بعد ما تأكدنا أن الزراعة الحمد لله مشيت الأمور كويس والأجهزة والعضلات بدأت تلتئم وتاخد وضعها الطبيعي. بدأنا كمان نعلمه أو جاء فريق العلاج الطبيعي الموجود في المستشفى وبرضه تحية لفريق العلاج الطبيعي لأنهم على قدر عالي من المهنية وبدأوا يعلموا المريض ازاي يبدا يعمل اكسرسايزز وتمارين ليده وازاي يبدا يحرك في الفتره المؤقته لغايه من بعد كده هيكمل معاهم برضو نظام التاهيل. نظام التاهيل ممكن يستمر فتره طويله. فهو قبل المريض قعد 3 أسابيع تعلم يعمل ايه مبدئيا وخرج من المستشفى الحمد لله في صحه كويسه جدا ما فيش اي نوع من انواع المضاعفات تذكر حصلت للمريض. التأمت الانسجه بالكامل. بيتابع معانا في عياده مستشفى راشد علاج جراحه اليد وفي برنامج علاج طبيعي وتاهيل هيمشي عليه فتره طويله عشان يستعيد العضلات تستعيد وظيفتها والاعصاب تبدا تشتغل من جديد وده بياخد وقت شويه بس الامور مبشره ان شاء الله بخير يعني. ممتاز دكتور. طبعا تكلمتنا عن العلاج الطبيعي للمريض يعني ابتداء في مستشفى راشد وتكلمت كذلك عن نظام التأهيل أو التأهيل اللي هو خاص بالعلاج الطبيعي. فشو أهمية نظام التأهيل لهالنوع من الإصابات؟ هو الأهمية كبيرة جدا يعني أنه هو هي منظومة متكاملة يعني. المنظومة دي عبارة عن حلقة لازم كل واحد يكون فيها بدور مهم جدا لا غنى عنه. نعم. اول التعامل مع المريض في وقت في مكان الحادث لغايه الامرجنسي لغايه فريق الجراحي بعد الفريق الجراحي وفريق التخدير التمريض والعنايه بعد العمليات في المستشفى وبعدين فريق العلاج الطبيعي كله بيسلم يعني كله بيؤدي دوره ودوره لما ينجح دور بيسلم للتاني عشان يكمل النجاح. فمفيش اي دور في دور نقدر نستغنى عنه. العلاج الطبيعي ده مهم جدا لان لولا العلاج الطبيعي احنا حتى العمليه اللي احنا عملناها احنا ممكن ما ناخدش النتيجه المطلوبه. لو ما فيش برنامج تاهيلي على اساس علمي بينفذ العيان بطريقه منظمه. والحمد لله اكثر من حاله مشينا بالعلاج الطبيعي بطريقه كويسه جدا فقدرنا نحصل على اكبر قدر من الوظيفه في الزراعه بعد يعني يكاد يكون بعض الحالات اقرب للطبيعي. ممتاز بعد العلاج الطبيعي. ممتاز
دكتور بالنسبة للعملية كعموما، كم استغرقت بالتفصيل العملية لإرجاع اليد المبتورة؟ العملية استغرقت، احنا بدأنا العملية مباشرة حوالي الساعة 7 مساء يوم نعم. السبت، وانتهينا تماما والمريض بدأ يعني انتهينا من العملية حوالي الساعة 5 ونص الفجر، حوالي 10 ساعات. ما شاء الله، يعطيكم العافية. وصراحة هذا الجزء تقريبا نفس ما قلت تكون حساس، وخاصة أن اليد انبترت بطريقة يعني مو بأن بآلة حادة، يعني بطريقة معينة أثرت حتى على الأنسجة اللي موجودة في هذا المكان. نعم نعم بالضبط، وهو يعني زي ما احنا بنقول ان هو المهم جدا في الموضوع سرعه الوقت، عامل الوقت ده اهم شيء في الموضوع في البتر، خصوصا لما يكون جزء كبير من العضلات. نعم. عامل الوقت ده مهم جدا، فاحنا كان هدفنا الرئيسي ان احنا نبدا الاول نرجع الدم بسرعه، وبعدين بعد كده نبدا نكمل الخطوات الثانيه اللي هي بتبقى طويله ومعقده شويه. بس اول ما بيوصل الدم ونحس ان عضلاته الانسجه بقت في امان، بيوصل لها التغذيه فما حصلش مش هيحصل فيها تحلل، خلاص احنا بنبدا نتحرك بقى بطريقه مسلسله، بنبدا بباقي الاورده وبعدين الاعصاب وتصليح العضلات وفي الاخر الجلد وتغطيه الجلد. طبعا ها بالنسبه ايوه بالنسبه لاهميه الاعضاء اللي ترجعونها، كل واحد باهميته يرجع في الوقت، يعني الاولويه تكون له. الاولويه بالضبط، نعم. احنا بتبقى الاولويه الحفاظ على حياه الحياه الخاصه بالطرف المبتور، والحياه الخاصه هي عن طريق ارجاع الدم. نعم. بعد كده الحاجات التانية كلها بتيجي بعديها، لأن دي أهم نقطة، إن أنا أحافظ على حياته بدي له التغذية عن طريق الدم، بعد كده أبدأ أرجع أعمل الأعصاب المقطوعة كلها بكل توصيل الأعصاب المقطوعة وتوصيل العضلات وتوصيل الأنسجة كل الأنسجة والجلد وكل ده بيتم بعد لما أضمن حياة إن الحياة أو الدم اللي واصل الجزء ضامن إن خلاص أصبح في حياة في الأنسجة موجودة. نعم. ده أهم شيء. دكتور طبعا أنت أثنيت على طريقة حتى أن المريض وصل لكم، واللي كانوا موجودين مع المريض يعني طريقتهم حتى أنهم يعني يابوا اليد المبتورة معاهم. نعم. مع أنها كانت في الطابق الخامس كما ذكرت صحيح، وهو كان في الطابق 26. دكتور نعم. في هذه الحالات يعني لا قدر الله يعني الشخص تعرض لهالحالات أو حد عنده كان في مكانه تعرض لهالحالات، كيف يكون يعني يوصل اليد خاصة إذا المسافة لين المستشفى؟ ممتاز. أول حاجة بالنسبة للتعامل مع الجزء المبتور، ودي معلومة نعم. مهمة جدا وشكرا على سؤال حضرتك، اول حاجه لازم يتم التعامل مع اذا كان الجزء المبتور ده وقع في الارض او تلوث باي حاجه من مكان الحادث. نعم. يتم غسله مباشره، يعني طبعا افضل الاشياء هو موجود محلول ملح معقم، لكن ممكن ما يكونش متوفر في مكان الحادث حتى على الاقل صحيح. مياه عاديه، غسله بالمياه العاديه الموجوده، بعد كده بيتم بعد الغسل الجزء المبتور وتنظيفه تماما من اي ملوثات تلوث بها من مكان الحادث. نعم. يتم لفه بقطعه من الشاش المعقم اذا كان موجود، او اي قطعه نظيفه من القماش تكون نظيفه تماما يتم لفه بها، وتكون هي مبلوله كمان تكون او تكون فيها جزء من الـ من الـ من الـ من, الـ من المياه ما تكونش ناشفه. نعم. بعد ما يكون لف فيها بعنايه يتم وضع في وضعه في كيس بلاستيك، البلاستيك نظيف معقم برضو او نظيف يعني جديد يعني لم يستعمل. نعم. بعد كده يتم وضع الكيس نفسه في ايس بوكس او اي بوكس يحتوي على تلج، ولا يجب ان يوضع، ده مهم جدا، الجزء المبتور مباشره على التلج، لان ده بيؤذي الانسجه وبيخليها بيموت خلايا الانسجه بالتبريد او بالتجميد. صحيح. ما ينفعش انه يكون مباشره. ثاني حاجه ان لو انا بغسل الاجزاء المبتوره ما ينفعش ان اغسلها بالالكحول او المطهرات اللي ممكن تموت الخلايا، فقط بالمياه. نعم. العاديه او لو في محلول ملح معقم. في الفتره دي لما انا بحطها مع التلج ده كمان ممكن يدينا فرصه وقت، لان هو بيحافظ على الانسجه، فلو جاي المريض من مكان بعيد او متاخر ده بيدينا فرصه وقت شويه ويضمن حيوية الأنسجة. وهذا جزء كثير يعني أنك يعني شرحت لنا بالضبط أنه ما ينحط على الثلج دايركت دكتورة سارة، ينحط يعني بطريقة معينة أساس يعني الحفاظ على هذا الجزء لحد ما يوصل الشخص للمستشفى ويتم إعادة الجزء المبتور.
لو الدكتور كان في أكثر من جزء أو أكثر من، لأن ساعات يعني مثلا البتر يكون بطريقة أنه مش يعني بتر كامل، فشي يصير في هالحالة؟ هل نجمع الأجزاء كلها في كيس بلاستيك واحد مثلا؟ البتر على أكثر أجزاء، هو في أنواع من البتر زي الأصابع مثلا. لو افترضنا المريض حصل بتر على مستوى الأصابع وجه حوالي 4 أو 5 أصابع، والأصابع يد كلها منفصلة، هيكون طريقة التعامل معها بنفس الطريقة بالضبط، يعني نفس طريقة الحفظ ونفس طريقة التعامل لحد ما تيجي. بس هو من طبعا ده برضه من حسن الحظ او من الحاجه الكويسه ان الاصابع على مستوى الاصابع ان مفيش كميه عضلات كبيره، مفيش كميه عضلات تقريبا تذكر، لان الاصابع عباره عن اوتار واعصاب وشرايين. فهي مع طريقه التخزين الصحيحه اللي احنا ذكرناها حاليا بالشمس والثلج والميه، وبعدين تتنقل ممكن تستمر او تدينا فرصه لحد 12 ساعه، واحيانا ممكن يحصل لمده 24 ساعه. جميل جدا. يعني في فرصه انها تقعد فتره اطول لان ما فيش فيها كميه عضلات، لان المشكله كلها بتكون في العضلات. فلو الجزء الامبيوتيشن او الباتر بيكون على مستوى اعلى بتكون فيه عضلات، فلازم سرعه الوقت. لكن هنا احنا بيدينا فسحه شويه من الوقت ان احنا نقدر نتصرف. ممتاز ممتاز. دكتور حامد بدوي، استشاري جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية التكميلية في مستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا نتمنى لكم كل التوفيق دكتور. شكرا يا فندم. شكرا. طبعا إعادة يد مبتورة الوضع الطبيعي واللي كان في مستشفى راشد يعني واللي أداها فريق الجراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، هو كتيم كامل صراحة، وحتى مثل ما ذكرنا الدكتور حتى العلاج الطبيعي بعد هذا جدا مجهود كبير، والفرحة اللي دخلها هالشيء في يعني في قلب المتعامل اللي تعرض لهذا الشيء، وخاصة بتر يد وهو يعني فني يعني إصلاح المصاعد يعني اعتماده على يد بشكل كبير. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نشكر فريق العمل ويانا في البرنامج في الإعداد نور نزال، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. محدثتكم الدكتورة عاش البسطي، واليوم قدمت وياي الحلقة الدكتورة سارة الدلال. شكرا لكم جميعا، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت إن شاء الله على الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.